السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي مع الجزء الثاني من الحديث عن الشلل النصفي الجانبي عفاكم الله باللغة الأجنبية هيميبليجيا. أواصل الحديث للمرة الثانية عن الشلل النصفي كواحد من متاعب الحركة عند الإنسان. كما أشرت في الجزء الأول من هذا الحديث إلى أن الشلل النصفي الجانبي يمكن أن يسير بصورة تنازلية أو تصاعدية، أي يمكن أن يكون الطرف العلوي أشد وكذلك بمنطقة الوجه والرأس، ثم يتدرج في شدته، يقل تدريجيا في المنطقة السفلية أي الطرف السفلي، بينما نجد النوع أو المسار التصاعدي يكون بالطرف السفلي أشد من الطرف العلوي ويكاد يتلاشى في منطقة الوجه. وسبق وأن قلت في الجزء الأول من هذا الحديث أن السبب المباشر من وراء حدوث الشلل النصفي الجانبي هو تلف بالدماغ، إما نتيجة جلطة دموية أي انسداد في أحد الشرايين المهمة، أو أن يكون هناك نزف دموي أو انفجار في ذلك الشريان. فأغلب المشاكل تحدث في الشريان الفقاري أو في الشريان السباتي وفروعهما في الدماغ. نأتي الآن إلى توضيح الأوضاع الصحيحة لمريض الشلل النصفي الجانبي، كيف تكون أوضاعه خلال حياته اليومية. فعلى المعالجين وهيئة التمريض وأفراد الأسرة كذلك ملاحظة أن الأوضاع الصحيحة في السرير لمريض الشلل النصفي له أهمية كبيرة جدا في حياته اليومية. فلو افترضنا أن المريض سينام على الجهة السليمة وتكون الجهة المصابة في هذه الحالة مثلا التي أمامنا هي اليسرى، هي العلوية، يعني هي العلوية، فنضع وسادة تحت الذراع وتكون الذراع ممدودة مستريحة، وكذلك وسادة أخرى تحت الرجل المصابة، ثم وسادة ثالثة خلف المريض تسنده بحيث يبقى على هذه الوضعية لمدة لا تزيد عن ساعتين متتاليتين. أما إذا أراد المريض أن ينام على الجهة المصابة في هذه الحالة اليسرى، تكون طبعا حركة اليد السليمة اليمنى حرة، لا لزوم لوضع أي وسادة تحتها أو فوقها. أما الرجل السليمة فتكون مسنودة بوسادة وتكون متقدمة قليلا عن الرجل الأخرى، لا تضغط على الجهة المصابة لأن قد تؤدي أو يؤدي ضغط الرجل السليمة على الرجل المصابة إلى بعض التقرحات، لأن الإحساس يكون مفقود في الرجل السليم الرجل المصابة، يعني الرجل المصابة ممكن تكون متنية ولكن أيضا إلى الخلف قليلا، ما تكونش تحت الرجل السليمة 100%، إنما بيناتهم في مسافة. هذه نقطة مهمة للغاية. إذا كان المريض بيستلقي على ظهره أو بينام على ظهره، في هذه الحالة نضع وسادة تحت الذراع واليد المصابة فقط. في حالة جلوس المريض على الكرسي تكون الأوضاع كالتالي: نضع وسادة تحت الذراع تحت المرفق وتحت اليد بحيث تكون مسنودة، لأن هذا يؤدي إلى إسناد الكتف،
فلا نترك الكتف معلق، لأن العضلات في الجهة المصابة تكون ضعيفة في منطقة الكتف، فإذا كان الكتف معلق يمكن أن يصاب بخلع يخرج من مكانه. أيضا الظهر يجب أن يكون مسنود، يعني الكرسي عادة تكون فيه مسند خلفي ومسند على الجانبين. بالنسبة للكرسي المتحرك يكون نفس الشيء، لابد أن نضع وسادة تحت الطرف العلوي بحيث نسند منطقة الكتف، هذا الأمر مهم للغاية. وسادة تكون تحت الذراع وتحت اليد، تحت المرفق يعني مباشرة. بعد أن تعرفنا على الأوضاع الصحيحة لمريض الشلل النصفي، ننتقل إلى التدريبات الوظيفية. التدريبات الوظيفية أيضا لها أهمية قصوى في حياة مريض الشلل النصفي. هذه الحركة التي يقوم بها الشخص اللي أمامنا في الرسم تكون من أسفل اليمين إلى أعلى اليسار والعكس، يعني هي حركة مائلة بالطرفين العلويين، يشبك يديه في بعضهم والأصابع في بعض، وبعدين يبدأ في حركة من أسفل اليمين إلى أعلى اليسار ومن أعلى اليسار إلى أسفل اليمين وبالعكس، بحيث يحرك منطقة الكتف المصابة تحريك ذاتي، هو يقوم بالحركة هذه، نعوده عليها في النهار عدة مرات بحيث لا يترك الكتف هكذا في حركة في وضع سكون، لأن ذلك سيؤدي إلى تيبس الكتف وإلى مشكلة نسميها تجمد الكتف. التدريبات الوظيفية تشمل كذلك الكرسي المتحرك، يعني لازم المريض يتدرب بنفسه كيف مثلا يجلس في الكرسي المتحرك، كيف يترك الكرسي المتحرك ويجلس على الأرض أو على كرسي آخر أو على السرير. هذه الحركات مهمة جدا في حياته اليومية. ثم نأتي إلى تدريبات المشي. المشي بين متوازيين مع مساعدة المعالج أو أحد أفراد الأسرة، طبعا بين متوازيين معناها بيسندوه، يعني بيحاول قدر الإمكان أنه هو يسير في مسار معين ويكون تحت مراقبة شخص آخر، مهم جدا. وفي هذه الرسوم اللي أمامنا يقوم المريض بتدريبات أثناء الجلوس، يعني حركات معينة إما بالطرفين السفليين أو بالطرفين العلويين، بتكون في حركات إما جانبية أو أمامية أو إلى أعلى أو إلى أسفل. هذه مهمة جدا، خصوصا إذا قام بتوسيع المدى الحركي للمفاصل، يعني المفاصل مفروض يمدها بالكامل يتنيها بالكامل، بتكونش حركة محدودة. ويفترض أن يكون في قسم العلاج التأهيلي أو العلاج الطبيعي وحدة خاصة بتصحيح المشي، نسميها عادة مدرسة المشي أو جيت سكول. في مدرسة المشي يقوم المعالج بتصحيح المشي، ويعلم أنه هناك 8 مراحل يمر بها المريض أو يمر بها الإنسان عموما حينما يبدل خطواته، يعني الخطوة الكاملة للقدم تتألف من 8 خطوات. 8 خطوات، هذه نقطة مهمة للغاية، يقدر يميز ما أي في أي مرحلة هناك خلل أو هناك مثلا قصور ويحاول يعالجه، لكن هذا طبعا تبي معالج يكون مؤهل لهذا الغرض. التدريبات الوظيفية تشمل كذلك الحركة بالكرسي المتحرك، حيث يتدرب المريض على استعمال الكرسي استعمال صحيح بيديه الاثنتين. من المهم جدا التدريب على استخدام اليد، الاستخدام الموجه، نسميه الاستخدام الموجه،
مثلا لتناول الطعام، لاستعمال اليدين في تنظيف الجسم، في ارتداء الملابس، في ارتداء الحذاء، وهكذا. هذا نسموه الاستخدام الموجه لليد. كما يتدرب المريض كذلك على طريقة القبض على الشوكة، لما بيستعمل الشوكة للأكل يقبض بها بيده بالكامل ولا يضعها بين الأصابع، لأنها بالطريقة هذه تفلت منه ويشعر بالضيق والانزعاج أثناء الأكل. القبض على الشوكة بيده يكون أفضل. ويجب ألا ينسى المريض وكذلك أهل المريض أن يضعوا الذراع وكذلك اليد المصابة في جبيرة لإسناد الكتف، لأن إسناد الكتف مسألة مهمة للغاية. عدد كبير جدا من المرضى يكون عندهم خلع في الكتف، يكون عندهم آلام في الكتف نتيجة أنه قعد معلق، قعد الطرف العلوي كله معلق، ما عندهاش ما يسنده. إحنا لازم نسند الذراع واليد خصوصا في المرحلة الأولى من إصابة المريض بالشلل. وهكذا أيها السيدات والسادة، وصلنا إلى ختام الجزء الثاني من الحديث عن الشلل النصفي الجانبي هيميبليجيا. إلى أن نلتقي في الجزء الثالث إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.